السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه طبخ مغربي سيداتي، كنجدد بكم ترحاب. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم كامل صحه وعافيه، وانتم كتشوفوا في هذا لا فيديو. نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم بعض لقطات من هكا عقيقه ديال مولوده جديده، الله يجعلها زياده في الاسلام وفي الرزق ان شاء الله. حبيت نبارطاجي معكم الاطباق اللي مروا هكا في هذه المناسبه، بما ان القناه ديالي قناه ديال الطبخ، بغيت نبارطاجي معكم الاطباق اللي مروا في هذه المناسبه. اول حاجه بدونا هكا بلي سلطه، كاينه تكتوك او زعلوك، كاين هنايا الجبن، وكاين عندنا الزيتون هكا مشحر. داك الجبن هكا ندير ليه هكا شويه ديال الزيت، جات صراحه طبق رائع. ومن بعد هكا غادي يقدموا لنا واحد الطبق هكا بريستيج رائع ديال الدجاج هكا بالدغميره، وبهكا بالسفه هكا بريستيج، حتى هي كتجي زوينه رائع. جا طبق زوين شهوه منه كما كتشوفوا، كيجي رائع. الطبق الثاني اللي هو كما كتعرفوا اللحم بالدغميره، اللحم بالبرقوق وبالبرقوق المشماش واللوز. هنايا تحليه، هنايا ديسير، هنايا الكلاص، ومن بعد ختمناها بختام ومسك ديال الديسير. نتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم يكون نال عجبكم، وكنضرب لكم ميعاد فيديو جديد وصفه جديده. خليت لكم رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.